تعتبر فئة الـ SUV من أكثر السيارات مبيعاً بالأسواق، ولهيك صارت الشركات تعطيها اهتمام كبير، لدرجة أنه بشركة أودي عندنا في 4 طرازات لنختار منهم. والسيارة اللي معي اليوم فعلاً بتجسد معنى كلمة SUV أو Sports Utility Vehicle، أو بالعربي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات. خليني أعرفكم أكثر على سيارة الـ SQ5 2018، وخلينا نشوف كيف فعلاً بتجسد معنى الحقيقي لكلمة SUV. برأيي سيارة الـ SQ5 هي من أجمل السيارات اللي ممكن تشتريها بفئة الـ SUV المتوسطة، وبما أنها عم تحمل شعار S من أودي، طبعاً السيارة عم تجينا بطابع رياضي مميز. ممكن نلاحظه طبعاً عن الـ Q5 العادية بفتحات تبريد التيربو الموجودة بالأسفل هون، وطبعاً مع الشبك الأمامي اللي عم بيجي بشكل أعرض ومزين بكروم أكثر من الـ Q5 العادية، وطبعاً عم بيحمل شعار الـ SQ5. والسيارة طبعاً عم تحمل مرايا الخاصة بطراز S من أودي اللي هي بتيجي مغطاة بالكروم، والنسخة اللي معنا اليوم عم تيجي مزودة بجنوط 21 إنش وبفرامل رياضية باللون الأحمر. طبعاً راح تخلي أي شك عند أي حدا على الطريق بأنك راكب سيارة مميزة وخاصة بالفعل من هاي الفئة. طبعاً من وراء ما عم بقل جمال تصميم السيارة عن مقدمة السيارة أو جانب السيارة، ولكن في عندي ملاحظتين على الشكل من وراء. أولهم إنه أودي ما بعرف ليش اختاروا يعطونا شكل وهمي لأكزوست رباعي بالخلف، يعني هاي الفتحات مش فتحة، هي عبارة عن شكل مسدود بقطعة بلاستيك بالأسفل، وتحتها عم بيجي الأكزوست الحقيقي مخبى تحت السيارة. ياريت إنه أودي خاصة بطرازات الأس بهيك سيارات تعطينا فعلاً عادم رباعي حقيقي، كان أعطى السيارة شكل رياضي أحلى. الملاحظ الثاني، بمجرد ما تفتح الباب من وراء شوي استغربت الشكل، خاصة إنه مع الباب عم تطلع الإضاءة الخلفية وعم تترك عنا هاي المساحة اللي عم تعطي شوي شكل غريب، ولكن هذا ما بيقلل بإنه عم نحصل على صندوق أمتعة خلفي فعلاً كبير جداً، عم بيوصل لمساحة بتوصل ل 550 لتر. هاي المساحة ممكن نزيدها بشد هاي الأذرع وفتح الكراسي الخلفية ليوصل الحجم الكلي الموجود عندنا بالصندوق ل 1550 لتر. وفي ميزة كتير حلوة بهاي السيارة بسبب التعليق الهوائي اللي جاي optional عليها. في هون عندنا زر، بمجرد ما نضغط عليه فالسيارة رح تبلش تنزل من التعليق تبعها لتوصل لأوطى مستوى ممكن من الخلف، لحتى تساعدك بأنك تشيل أي أمتعة ثقيلة وتشيلها بسهولة وتحطها بالصندوق من الخلف. أما من داخل فالسيارة عم بتسم تصميمها بميزتين، أولاً أعطائك إحساس رياضي وبنفس الوقت عملية كبيرة بالاستخدام. خلينا نبلش بالإحساس الرياضي اللي عم بيجينا فوراً بمجرد ما نشوف المقود المسطح من الأسفل، هذا المقود الرياضي اللي بيستخدموه بمعظم سيارات الأس من أودي. أيضاً عم بيجينا إحساس رياضي باستخدام الكاربون فايبر هون على التابلو بالكونسول الوسطي وأيضاً على الأبواب. والسيارة طبعاً بالنسخة اللي معنا مزودة طبعاً بجلد نابا اللي هو بيجي مع التطريز الخاص بسيارات S من أودي، وأيضاً في استخدام لبعض الألكنتارا هون على الأبواب لحتى لما تسند إيدك تحس بإحساس وجودة نوعية المواد المستخدمة. أما من ناحية العملية بالاستخدام فالسيارة، أول شيء أبدأ لكم بتصميم مقبض الجير. أول ما بلشت أسوق السيارة استغربت تصميم هذا المقبض لأنه هو عريض ومسطح كتير، ولكن بعدين بعد ما استخدمتها كتير عرفت أنه هو أنت راح تستخدمه بمعظم الوقت أو معظم الأحيان كمسند لحتى تقدر تستخدم نظام الـ MMI اللي بيجي بهاي السيارة بلوحة كبيرة قدام تستخدم فيها الأزرار، أو ممكن تستخدمها كلوحة لمس لحتى تكتب عليها الأحرف اللي بتتحكم فيهم طبعا بنظام الترفيه. وبلش أحكي لكم طبعاً عن الميزات والتجهيزات اللي بتيجي فيه السيارة. مثل ما قلت لكم في نظام ترفيه
كامل مع طبعا نافيجيشن بلوتوث، وبتقدر تتحكم بجميع خواص السيارة طبعا عن طريق نظام الـ MMI الموجود قلنا بإدارة هذا القرص، أو باستخدام اللوح الكبير لللمس الموجود هون. وأيضا السيارة عم تيجي مزودة بنظام تكييف 3 زون أو ثلاثي المناطق، لأنه السيارة بتقدر تفصل فيها الحرارة عن السائق والراكب، وأيضا الحرارة حتكون مختلفة للركاب اللي وراء. وطبعا السيارة كمان مجهزة بفرامل يدوية كهربائية، ونظام وإمكانية مسك الفرامل أوتوماتيكيا لما توقف السيارة. وأهم شيء بالتجهيزات طبعا مثل كل سيارات أودي الجديدة، عم نحصل على الفيرتشوال كوكبيت أو اللي هو مقصورة أودي الافتراضية، وهي عبارة عن شاشة 12 إنش موجودة أمام السائق بدل العدادات، بيقدر يتحكم بكل المعلومات اللي بتظهر عليها عن طريق الأزرار الموجودة على المقود. طبعا حتى لدرجة أنه ممكن أنت تعرض شاشة فيها الخريطة بالكامل أمامك لحتى ما تضطر تنظر على الشاشة الموجودة هون على التابلو. وأيضا طبعا تقدر تتحكم بالنظام الصوتي ونظام البلوتوث. طبعا النظام الصوتي بهاي السيارة عم بيجينا سماعاته من بانجن أوليفسون، هو نظام صوتي رائع تقدر تتحكم فيه عن طريق الأزرار الموجودة بالطرف الثاني من المقود، أو عن طريق الأوامر الصوتية لحتى تتحكم باتصالك بشخص معين أو بوجهة معينة أنت تحب تحطها على نظام الملاحة أو النافيجيشن. مثل ما حكيت لكم بالمقدمة، فعلا الـ SQ5 2018 هي سيارة عم بتجسد معنى SUV أو سيارة رياضية متعددة الاستخدامات. فهي السيارة وجدت فيها ثلاث شخصيات. مثل ما أنتم شايفين أنا هلأ عم بقودها أوفرود أو بطرق غير معبدة، وبسبب أنه السيارة مزودة بتعليق هوائي، بمجرد ما أنا غيرت وضعية القيادة لوضعية أوفرود، السيارة أخذت ارتفاع أعلى بكتير، وأنت فوراً راح تحس أنه السيارة عم ترتفع، وبصراحة عم تعطيك تعليق للسيارة مناسب جداً لقيادة بهيك ظروف. وطبعاً عم بتغير معاك إعدادات الجير وإعدادات مقود القيادة لتناسب القيادة بمثل هيك طرقات. ما حقولكم أنه هاي السيارة طبعاً روحوا خدوها على الصحراء أو اطلعوا فيها تلال، لكن بمثل هيك مناطق، احنا حاليا ببحيرات القدرة بدبي، بتقدر انت تاخد السيارة لهيك منطقة وانت مطمن وعارف ان السيارة عالية بما فيها الكفاية لحتى ما تضرب بأي صخور او حجارة او تعرجات موجودة بالطريق. وفعلا ممكن انت تاخد العيلة وتستمتعوا بقضاء يوم بهيك مناطق. واما الشخصية الثانية لهاي السيارة، حالياً أنا وصلت على شارع معبد ووضعت السيارة بوضعية القيادة كومفورت، وفعلاً مثل ما هي اسمها كومفورت يعني الراحة، السيارة فوراً غيرت تعليق وعلي السيارة وعدلت من وضعية المحرك والجير والمقود القيادة لتعطيني أكثر راحة بالقيادة وهدوء ممكن أحصل عليه، وطبعاً كمان توفير بالوقود. فمثل ما احنا شايفين عم بقود، صوت السيارة واطي ومنقدر نستمتع طبعا بالصوت اللي عم بيجينا من سماعات البانج أوليفسون مثل ما حكينا. وعم تقدر السيارة بتعليقها بهذا الوضع انه تاخد كل التعرجات والمطبات اللي ممكن تجيك على الطريق. فعلا الأودي نجحت انه تعطينا شخصية أوفرود وشخصية بالراحة والهدوء مع وضع الكومفورت اللي احنا فيه حاليا. ولكن ضل في شخصية ثالثة لهاي السيارة، وانا برأيي هاي ميزة سيارة الـ SQ5. فعادي انه سيارة SUV تقدر تاخدك شوي أوفرود، وطبعا انه تكون مريحة وواسعة للعائلة وتوفر بالوقود. لكن مش العادي انه اذا انا دخلت على وضع دايناميك، انه سيارة SUV تقدر توصلني من سرعة 0 ل 100 كيلومتر بالساعة ب 5.1 ثانية.
هذا الرقم عم نحكي عن رقم يعني بضاهي سيارات الهاتشباك الرياضية مثل الجولف جي تي اي مثلا. طبعا من وين عم بيجي هذا الرقم الرهيب؟ السيارة الاودي اس كيو 5 2018 عم تجينا مزودة بمحرك توربو في 6 من سعة 3 لتر عم بيولد معانا 354 حصان و500 نيوتن متر من العزم. ومثل ما انتم سامعين حتى صوت السيارة عم بتغير معنا وعم بيعطينا صوت رياضي حلو جدا. وطبعا هون تغيرت تعديلات المحرك الجير والمقود لتعطيك اكثر قيادة رياضية ومثيرة. يعني هاي السيارة ممكن انت بكل سهولة تستخدمها خلال الاسبوع بانك توصل اولادك على المدرسة، تروح على الشغل، تشتري حاجياتك، تطلع المساء مع شكلها الحلو بالطريق، ولكن بالويكند وعطلة نهاية الأسبوع تروح مع أصدقائك على جبل جيس عندنا بدولة الإمارات وتستمتع بقيادة هاي السيارات على طرقات جبل جيس المنحنية واللي فيها منعطفات كتير، وتستمتع بأنك تدخل بسيارة SUV بهذا الحجم بسرعة كبيرة بهاي المنعطفات وانت عندك ثقة انه طبعا نظام الكواترو الموجود على السيارة راح يعطيك اكبر ثبات ممكن مع هيك سيارة واكبر متعة. خليني احاول اسمعكم صوت المحرك مرة تانية. فعلا صوت رائع لهيك سيارة SUV. هلأ قربنا على دوار، خليني احاول اورجيكم مدى الثبات اللي عم نقدر نحصل عليه من هيك سيارة. فعلا SUV، انا ما مصدق اني بسوق سيارة SUV بهذا الحجم بهيك سرعة على هيك لفة. فعلا قدرت اودي مع الـ SQ5 2018 انه تعطينا سيارة SUV Sports Utility Vehicle، سيارة رياضية متعددة الاستخدامات. نجحتوا اودي مرة تانية، بنظري اودي نجحتوا انه تعطونا سيارة SUV متكاملة. إذا كنت بالسوق عم تبحث عن سيارة SUV عائلية ولكن بنفس الوقت أنت من الأشخاص اللي فعلا بيستمتعوا بقيادة رياضية مثيرة، فالـ SQ5 هي خيار ممتاز لإلك، خاصة أنه هاي السيارة مثل ما شفنا عم تيجي مع ثلاث شخصيات مختلفة تماما للسيارة. وبالنسبة للأسعار، سيارة الـ SQ5 عم تبدأ معنا من 249 ألف درهم وعم توصل بالنسخة اللي معنا اليوم بهاي التجهيزات والإعدادات ل 269 ألف درهم. برجو أن تكون عجبتكم هاي التجربة وبشوفكم بتجارب قادمة. مع السلامة.